اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن طريقة كده في التمثيل او ممثلين معينين بيطلق عليهم الحرباء او انهم يعني بيتلونوا في الادوار. انت ممكن ما تعرفش ان الممثل ده هو فعلا الممثل ده من خلال مثلا الميك اب اللي هو حاطه او الشخصية اللي هو بيعملها، انت مستغرب وممكن تكون مش عارفه الا لما تعرف ان هو مشارك في العمل، لانه بيتغير وبيتلون حسب الدور وبيلعب ادوار صعبة ومعقدة ومختلفة كليا عن بعض. وده الممثل اللي بيطلق عليه كاميليان او الحرباء. ولكن نتكلم في الاول على انماط كده من الممثلين. في حاجة اسمها بيرسوناليتي اكتور او ممثل الشخصية، وده بيختلف او زي ما تقول هو بيستدعي شخصيته الحقيقية مثلا للدور، او بتلاقيهم متقاربين من بعض. وفي حاجة اسمها كاركتر اكتور، ده بقى عايزين نتكلم عنه شوية. ممثل الشخصية او الكاركتر بيغير شخصيته عشان يلعب اي شخصية قدامه في العمل، يعني هو متخصص في تصوير شخصيات فريدة وغريبة ومميزة، ولكن بيكون في الادوار اللي هي سبورتنج او اللي هو الممثل الداعم. طبعا مش يعني كل معظمهم بيكونوا كده، مش في الممثل الرئيسي. يعني حد مثلا انت عارف ان هو بيعمل دور معين دايما بيظهر في الافلام، دور شرير او في دور عصابة، او يعني هو ليه شخصيات معينة بيلعبها وبيكون مميز في الشخصية اللي هو بيلعبها ده، ودايما بيكون يعني معروف كده، انت بتشوفه في النوعية دي من الادوار. وبيكون يعني اللي هم الكاركتر اكتر بيكونوا يعني اقل نجومية، او اسمائهم بتكون اقل بقى من الناس اللي هي بتلعب ادوار تانية او ادوار رئيسية. زي مثلا ادوار حد انت بتشوفه انت عارف ان ده دايما بيطلع مثلا رجل عصابات، او ده دايما مثلا بيطلع محقق او كذا. يعني هو بيكون ليه دور معين بيلعبه في معظم الافلام. ومنهم طبعا كانوا يعني نجوم دلوقتي رئيسيين، نجوم كبار، ولكن كانوا بيلعبوا النوعية دي من الادوار، او هم مارسوا في حياتهم فكرة الكاركتر اكتر او ممثل الشخصية. والحقيقة في امثلة كتير قوي يعني على النوعية دي، وهو زي ما قلنا ان هو بيكون اقل نجومية من الممثل الرئيسي. طب زي مين؟ زي مثلا قدامنا شخصية اهو، انت لما تشوفه انت عارف هو بيلعب نوعية معينة كده من الادوار في الافلام والكلام ده، وظهوره بيكون دايما في هذه الادوار، سواء بقى دور في عصابة او شرير او الكلام ده، او حتى اكشن كوميدي. يعني هو ليه ادوار معينة بيلعبها، زي لويس جوزمان ده مثلا مثال يعني على الكاركتر اكتر، او مثلا ستيفن هندرسون زي ما شايفين برضو قدامنا، انتوا بتشوفوه في افلام او مسلسلات كتير، بس هو مش ممثل رئيسي او مش ممثل كبير. يعني هو دايما بيلعب في دور كده سبورتنج او ممثل مساعد، يعني هو مش هياخد يعني بطولة مثلا مطلقة لوحده في عمل. ولكن لو قلت لك بقى ان نخش على موضوع الحلقة وهو الكاميليان او اللي هو الممثل الحرباء اللي بيلعب ادوار غريبة وصعبة وما تعرفش يعني في بعض الاحيان ما تعرفش ان هو ده الممثل الا لما يتقلك، لانه مثلا فقد وزن كبير جدا، او مثلا لابس لبس غريب جدا للشخصية ممكن تكون انت مش عارفه الا لما تكون عارف ان هو مكتوب اسمه في الاسامي بتاعة العمل او بطولة العمل. وده لانه كل شوية بيغير يعني الدور بتاعه بشكل غريب ومتفاوت جدا. يعني في امثلة بقى، يعني انت اصلا لو دورت على الممثلين دول اللي هم بيتقال عليهم حرباء، يعني مثلا في هنتكلم طبعا عن امثلة، ولكن لو شفت حتى على IMDB اصلا هتلاقي واحد مثلا في لستة موجودة، هتعرف بقى بعض الاسامي من دول. هم فعلا ممثلين بيعملوا ادوار صعبة جدا وغريبة عن بعض، زي ما شايفين قدامنا لستة كده سريعة فيها مثلا مايكل شين وجاري اولدمان وعدد بقى من النجوم، وطبعا محطوط في القائمة برضو دانيال داي لويس لانه بيقوم برضو بادوار صعبة وغريبة ومختلفة عن بعض. وزي ما شايفين بنكمل مع بعض، القائمة دي موجودة طبعا على IMDB. كل دول امثلة لممثلين اللي هو يطلق عليهم كاميليان او الحرباء. تعالوا نشوف بقى يعني بعض التفاصيل كده في مقال بقى جايب الادوار دي، يعني اللي هو ايه ليه الممثل ده بيطلق عليه حرباء. يعني هو بيقول لك 15 ممثل من النوعية دي، من نوعية الكاميليان، اللي هو ممكن يحول نفسه، بيقول لك يعني ايه انت ممكن ما تعرفوش، بيغير نفسه في الادوار بشكل كبير قوي. وجايب لك مثلا مثال هنا في المقال زي بيل ناي، وجايب لك الادوار بتاعته، شوفوا التفاوت في الادوار عامل ازاي. يعني هو دي بقى فكرة الحرباء اللي بكلمك عنها، شوف الثلاث صور جنب بعض هتلاحظ ازاي الراجل ده بيعمل ادوار غريبة جدا وبيتلون كأنه حرباء في الادوار. وكذلك ناتالي دورمر برضو جايب لك برضو الادوار بتاعتها وازاي
بتكون مختلفة اختلاف كلي في كل دور عن التاني. وجوستاف سكارسجارد برضو يعني قائم بعدد من الادوار، طبعا كان ليه دور مميز جدا في فايكنج، وكمان يعني هو ليه عدد من الادوار المختلفة تماما عن بعض. والممثلة كمان جيسيكا شاستين برضو تقوم بأدوار مختلفة وغريبة في بعض الأحيان. وحطين برضو في القائمة طبعا كيت وينسلت، يعني قامت برضو بأدوار متفاوتة تماما. ورون بيرلمان زي ما شايفين قدامنا كده في الصور ازاي ان هو بيختلف في كل شخصية تماما عن التانية. وجوش برولين زي برضو ما شايفين قدامنا في الثلاث صور دول، ثلاث أدوار مختلفين تماما عن بعض وكل شخصية فيهم أبعد ما يكون عن التانية. وحطوا كمان في القائمة في هذه المقالة يعني كيت هاتسون زي ما شايفين برضو، وجيك كيلين هول. وهنا مثلا لو كتبت أصلا كاميليان أكتر على جوجل كده بحث سريع، دول اللي هيطلعوا لك أصلا في الوش ده، مش على IMDB ولا في أي مقال. أول ما تكتب الكلمة دول اللي بيطلعوا في قدامك على طول كأول نتيجة بحث، وكأن جوجل يعني بيعرف ان هم دول مثال للكاميليان اكتر او الممثل اللي هو الحرباء. طبعا منهم جوني ديب ده اكيد يعني برضو قائم، شوف الادوار اللي عملها يعني ازاي يطلق عليه ان هو ممثل كاميليان او كأنه حرباء. وإدوارد نورتون وهيث ليدجر، وطبعا زي شايفين الاسامي اللي قدامنا كلها، وكذلك توم هاردي وغيره من الاسماء، وروبرت دينيرو، كل الاسامي اللي قدامنا دي، وغير القائمه كمان بتاعت IMDB، وامثله كتير. يعني في انت ممكن يجي في بالك ممثل معين اول ما اقول لك ممثل حرباء ادواره غريبه وممكن ما تعرفوش، مثلا لعب دور فجاه الدور اللي بعده انت حاسس انت مش عارف هو ده ايه، ده هو ده بجد هو ده اللي بيقوم بالدور ده، انا ما خدتش بالي خالص، ده مغير شكله جدا، ده حتى طريقه كلامه مختلفه، هو ده اللي بيطلق عليه ممثل اللي هو الكاميليون. في كمان عندنا برضو امثله زي مثلا ممثله ايما تومسون، طبعا جاري اولدمان طبعا قام برضو بادوار صعبه جدا ومختلفه عن بعض زي ما شايفين قدامنا في الصور، وزي برضو قام بدور مميز في عمل دور تشيرشل. كريستيان بيل طبعا برضو قام بادوار صعبه وكان بيفقد وزن كبير جدا في عدد من الافلام عشان الدور يكون ملائم ليه، لعب ادوار مختلفة خالص عن بعض، وليه طبعا دور مميز في فيلم فايس زي ما شايفين مغير شكله ازاي. ومن الممثلين دول كمان طبعا النجم جيمس ماكافوي برضو كان بيقوم بادوار متفاوتة ومختلفة خالص عن بعض، وهو من الممثلين اللي هم من النوعية دي. وكذلك ويليام ديفو طبعا برضو شايفين كمية الادوار الغريبة والبعيدة خالص عن بعض، فده برضو من اشهر ممثلين اللي يطلق عليهم كده ممثل كاميليان. وجارد ليتو برضو شايفين قدامنا يعني الصورة تبين، اما تشوف صورة زي دي كده تقول ده ممثل، هو ده ممثل الحرباء او الكاميليان. وتوني كوليت برضو في بعض القوائم. في قائمة بقى بتتكلم هنا على اغرب او اكتر التحولات اللي حصلت في ادوار لممثلين طبقا لموقع ريديت، مقالة يعني دخلت على المنتدى او موقع بتاع ريديت وشافت الناس بتقول ايه على الادوار اللي هي حصل فيها تحول كبير للممثل، يعني بمساعدة مثلا فنان بقى المكياج وقعدوا وقت كتير في العمل، زي مثلا جاري اولدمان في فيلم داركست اور، قالك بقى كان فنان المكياج اللي هم جابوه قام بدور جبار جدا في هذا العمل، واكتر من 3 ساعات يوميا على كرسي المكياج عشان جاري اولدمان يلعب دور تشيرشل ويكون بالشكل ده. وكذلك كولين فارل في طبعا فيلم باتمان سنة 2022 برضو من الادوار اللي هي فيها اعتبروها من اكبر التحولات لشكل الشخصية لو انت ممكن ما تتعرفش عليه يعني. واختاروا كمان دوني وولبرج في فيلم The Sixth Sense 1999، وطبعا دور القاتلة المتسلسلة بقى اللي كانت يعني في فيلم مونستر 2003 كانت مميزة جدا النجمة تشارلز سيرن، طبعا كانت دور هنا كان مميز جدا اصلا اللي ما شافش هذا العمل، هي قامت بواحد من اروع ادوارها، كان برضو شكلها فعلا مختلف تماما عشان تشرب الشخصية دي. والنجم ماثيو ماكونهاي في فيلم دالاس بايرز كلاب سنة 2013، وازاي فقد الكثير من وزنه وغير شكله في هذا العمل. واختاروا كمان توم هانكس في فيلم كاست اواي، وروبرت داوني جونيور في فيلم تروبيك ساندر في 2008. فدي عدد من الادوار اللي هم اختاروها على ريديت ان هي من اكثر اللي هي فيها ترانسفورميشن او تحول كبير
اتعمل للشخصيه بحيث ان انت ممكن ما تعرفهاش لما تشوفها. ومن الادوار بقى اللي هي برضو من النوعيه دي او من اكتر الترانسفورميشنز اللي حصلت برضو في التاريخ، زي مثلا فيلم طبعا نجم او بطل فيلم زويل، زي كان متغير تماما في الشكل عشان يلائم هذه الشخصيه، وجيم كاري برضو في هذا الدور في واحد من افلام الكريسماس، وبيقول لك ان هنا فريق المكياج كان بيحتاج 8 ساعات ونص يوميا عشان يحول جيم كاري لشخصيته في هذا العمل، وبيرتدي طبقات من المكياج واطراف صناعيه وملابس وحاجات صعبه جدا. وبراد بيت في طبعا فيلم ذكريس كيس اوف بنجامين بوتون، طبعا برضو رغم استخدام السي جي اي والكلام ده كله مشاهد وبالكمبيوتر والحاجات دي كلها، ولكن هو طبعا برضو ازاي قام بمجهود كبير جدا براد بيت في هذا العمل، واصر على المشاركه في مشاهد معينه قام فيها بمجهود كبير باستخدام برضو المكياج وغير شكله على مدار الفيلم. وبرضو فيلم ميسيس داوت فاير، وهنا روبن ويليامز برضو كان مغير شكله بشكل كبير، واعتبروه من اكبر الترانسفورميشن برضو اللي حصلت. ونيكول كيدمان في فيلم ذا اورز كانت قايمه بدور الكاتبه فيرجينيا وولف، وكانت مغيره برضو شكلها بطريقه كبيره جدا. وكذلك توم كروز في فيلم تروبيك ساندر، برضو ممكن تشوفه كده ما تستغرب من المجهود اللي اتعمل في الشكل يعني، او تغيير هذا الممثل بهذه الطريقه. والنجمه ماريون كوتيلارد في فيلم لافي ان روز، وزي حلقت بقى وغيرت وقصت جزء كبير من شعرها وغيرت من وشها عشان برضو تشرب الشخصية دي. من النجوم بقى اللي هم قاموا بأدوار يعني عملوا مجهود كبير في الدور ده مختلف، طبعا احنا بنتكلم هنا على ثلاث حاجات: ممثلين حرباء او كاميليان اللي هم زي ما قلنا بيتغير بقى وبيتلون حسب الدور، دي حاجة اتكلمنا عنها. والحاجة التانية اكبر ترانسفورميشنز حصلت حسب ريديت وحسب عموما في ادوار حسب يعني اول تايم او في كل الاوقات، ازاي دي اكبر الادوار اللي هم اعتبروها تحول كبير في الشخصية. الحاجة الثالثة بقى اللي بنتكلم عنها اللي هو مجهود اتبذل، يعني مجهود اتعمل في الدور، مش شرط يكون اللي عمل حاجة كبيرة قوي في الدور او مجهود في الدور ان هو ممثل حرباء او كاميليان، لا يعني هو عموما يعني احنا بنتكلم دلوقتي على حاجة ثالثة اللي هي اكبر المجهود اللي اتبذل في ادوار. وطبعا في ممثلين كتير جدا قاموا بمجهود عظيم في ادوارهم، زي مثلا هنا بنتكلم على ناتالي بورتمان في فيلم بلاك سوان، وزي كانت بقى بتتدرب مع راقصه باليه سابقه في نيويورك لمده يعني بيقول لك اكتر من 8 ساعات في اليوم. ونجم كريس برات في فيلم طبعا جارديانز اوف ذا جالاكسي، وكان بيعمل بقى مع اخصائيه تغذيه ومدرب شخصي عشان ينزل يعني عدد من الارطال او من الكيلوات في وزنه في خلال 6 شهور، لانه كان يعني كسب وزن معين في الدور اللي قبله فكان لازم ينزل بسرعه. وكذلك النجم ادريان برودي في فيلم ذا بيانيست، فيلم طبعا رائع جدا، وبيقول لك بقى يعني تخلى بقى عن او ساب شقته وانتقل لاوروبا بحقيبتين بس معاه عشان يقدر برضو يتشبع بالحالة دي او الشخصية اللي هو هيقوم بيها، وعمل نظام غذائي قاسي جدا وفقد حوالي 30 راتل او باون، وخد دروس طبعا كمان في العزف على البيانو واللهجة. ومن اللي قاموا طبعا بمجهود واللي بيقوم بمجهود اصلا في كل ادواره هو دانيال دي لويس، ده ممثلي المفضل اساسا في فيلم ماي ليفت فوت من اروع افلامه برضو، وكان بيقضي وقت بقى مع المرضى المعاقين في عيادة ويعني عشان يدرس الشخصية بشكل كويس، كان بيرفض يترك الكرسي المتحرك اللي هو قاعد عليه عشان يكون متشبع بهذه الشخصية، وكان بيخلي الطاقم العمل يأكله بالمعلقة كأنه فعلا ايه قاعد او مش قادر يقوم. ومن الادوار برضو اللي فيها مجهود كبير طبعا ليوناردو دي كابريو في فيلم ذا ريفيننت، كان بقى ايه المشاهد بتاعته الصعبة طبعا في الجليد ومع الدب والكلام ده كله، فكان بيتدرب بشكل كبير جدا، وكان بيخش بقى انهار باردة ومتجمدة في فترة التصوير لقعدة 9 شهور، وياكل لحمة نية والكلام ده كله عشان يعرف يمارس الدور بشكل واقعي. وجيمي فوكس لما قام بدور ري تشارلز في فيلم ري وخسر طبعا وزن برضو كبير جدا وصام مدة طويلة ومش على نظام غذائي صعب جدا، وارتدى بقى جفون يعني صناعية لازقة على عينيه عشان يقلد طبعا عمى هذا المطرب، كان دور صعب جدا وتعمل فيه مجهود. وكذلك دور هيلاري سوانك في فيلم بويز دونت كراي، كان بتمشي بقى في أماكن عامة مرتدية زي كده كأنها يعني راجل، وازاي قصت شعرها وغيرت تفاصيل جسمها وبتتكلم حتى بنبرة صوت مختلفة عشان تقول
يقوم يعني بهذا الدور الصعب. وكذلك 50 سنت في فيلم All Things Fall Apart، وطبعا فقد وزن بشكل كبير جدا واتبع نظام غذائي يعني صارم، وقعد 3 ساعات يوميا على جهاز المشي وغير من شكله تماما. وجوني ديب برضو في فيلم بلاتون كان هنا برضو يعني عايز يتكلم باللغة الفيتنامية، وقعد يتعلم ازاي يتكلم بهذه اللغة عشان يعني يكون متقن للدور. وكذلك روبرت داون جونيور في فيلم شابلن لما قام بدور شارل شابلن، واحد من الافلام الجيدة جدا، كان حتى بيتعلم الطريقة اللي بيلعب بها شارل شابلن التنس، لان شابلن نفسه كان بيلعب بايده الشمال ولكن روبرت داوني كان بيلعب باليمين، فقعد يعني رغم ان حاجة زي كده ممكن محدش يلاحظها ولكن قعد شهور يتعلم لعب التنس بايده الشمال، وتعلم العزف كمان بنفس الايد عشان برضو يبقى يعني ايه متقن تماما للشخصية. من الادوار برضو الصعبة طبعا كان برضو هيلري سوانك تاني هنا بقى في فيلم مليون دولار بيبي، زي بقى كانت لازم تتعلم الملاكمة وتخلي جسمها زي جسم الشخصية، قضت حياتها في التدريب كل ده في خلال 90 يوم، فكانت بتاكل اكل معين وبروتين معين لازم يخش جسمها، وقامت طبعا بمجهود جبار. فذلك برضو نجم واكين فينيكس طبعا في الدور الرائع فيلم الجوكر يعني الشهير، وخسر وزن كبير جدا وقعد يتدرب على هذا الدور عشان يبان ان هو كأنه بيعاني عقليا او عنده اضطراب. وكذلك فيلم طبعا برونسون طبعا دو توم هاردي قام برضو بهذا الدور اللي هو اعنف ملاكم بقى مجرم، كان بيعمل تمارين كبيرة جدا لعضلات البطن والضغط والكلام ده كله وتدريبات المقاومة عشان وياكل، وماشي برضو على نظام غذائي عشان هذا الدور. وويل سميث في دور محمد علي برضو يعني كان من الادوار اللي اتعمل فيها مجهود جبار حسب يعني اختيار بعض المواقع على يعني ايه اللي هم اختاروا ان دي من اكبر المجهود اللي اتعمل في كل الاوقات. وطبعا اكيد في ادوار تانية كتير جدا اتعمل فيها مجهود برضو كبير، سواء فقد وزن او تعلم لغة او تدريبات على رقصة معينة عشان الممثل يقدر يتشبع بهذه الشخصية ويقوم بها على اكمل وجه. فاحنا اتكلمنا في الحلقة على زي ما قلنا الممثلين اللي هم الحرباء او ازاي بيتغيروا بطريقة كبيرة جدا في الادوار، وممثلين عملوا ترانسفورميشن كبير او تحول كبير في شكلهم لبعض الادوار، وحسب موقع ريديت ومقال تاني يتكلم على اكبر التحولات او الترانسفورميشنز. والجزء الثالث في الحلقة اتكلمنا على بعض الممثلين اللي هم عملوا مجهود كبير او مجهود ضخم في الدور بتاعهم عشان يكون الدور واقعي وتحس ان هو شارب الشخصية دي، فبيتعايش مع الشخص اللي هو هيقوم بدوره. مثلا لو حد مثلا مريض فيقعد على كرسي متحرك عشان يعرف الاحساس ويكون الدور بشكل مثالي. فيعني ده مجموعة كده من الادوار اللي حبينا نتكلم عنها، ويا رب حلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.